الله عم يغنش الصينية طيب ولا هاو لا حمص بنروح عند الشيف شادي بنشوف شو عم يحضرنا لليوم ببرشة فلاح. من أطيب الترويقة اللبنانية العربية الأصيلة وبصبح بالخير جميع المشاهدين وأحبائي اليوم البليلة لأنه في شيء اسمه بليلة اللي هي مثل التبولة الكذابة. هيدي البليلة إنه الحمص كلنا بنعرفها دائما بنقول الصبح بدنا نتروق فول أو حمص أو بليلة. وفي شيء كتير طيب كتير طيب بتحبه كارلا كتير وبتموت فيه هي الأورما. الأورما هي من أصح الأطباق الموجودة اليوم بلبنان. أوكي الأورما كتير طيبة بس نحن نعرف الأورما كتير مدهنة أوكي فيها كتير مدهون بتنعمل كمان من لحم الغنم وصحيح فينا نحطها بعدين بمرطبين مع الملح وبنعرف نعملها ونحطها بالبيت بس نحن اليوم بنبعد شوي صغير عن الموضوع ونروح على اللحم المفرومة. إذا بدنا الهبرة بقر ما نروح على الهبرة خروف لأنه دائما الهبرة خروف بتكون كمان لحمة مدهنة يعني كمان فينا نقول الضاني يعني حتى الخروف الصغير. شو عملت أنا؟ بصل دغري على البصلات حطينا كمون دغري على الكمونات حطينا لحمة البقر المفرومة خشنة دورين وبلشت أنا كمان هون هيك حمرهم بعقد وبجننه مع أكيد الملح والفلفل. الفلفل بعد ما حطيتها شفتين ما تقول كلام كذا 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 هذا هون كمان ها وهيدا هون هلا عنا السنوبرات الحلوين رح نحطهم هلا هون ونخليهم هون ونرجع بعد شوي عليهم وليكوا هلا الفلفل كمان الاسود بيعقد وطفايا تحت اللحمه. حمص بطحيني بنحط عليه من فوق بنقول له بدنا صحن حمص مع اللحمه. طيب شو رايكم بصحن بليله مع اللحمه؟ ما عجبها للمدام. اوكي جربي ولو مرة واحدة مثل العادة. بتعرفوا أنا كيف مرات بدخل إشياء هيك أو بعطي الأفكار ومش اختراعات. عم حاول أني أنا أشيل اللحم من هون حطها على صحن البليلة ولا أطيب من هيك. أنا من حوالي أسبوعين فضل عندي هيك خلطة مع الفلافل الحلوة مع اللحمة وكنا عاملين بالبيت صحن حمص بليلة وحطيتهم مع بعضهم ولا أطيب من هيك. وهي بتصير معكم بس نكون عم ناكل كمان لحم مشوي ويكون عندنا صحن بليلة قدامنا ومنغمس مع هالجو الجو يعني هالصوص يلي بتطلع من البليلة. كيف بتنعمل هالصوص؟ ليكوا التوم مع الملح دقيناهم بعقد وبجننوا زيت الزيتون يا شيف شادي طلعوا كيف نحن عم نقول الجو يعني الصوص اوكي او هالعصير اللي بنلاقيه بعدين من وين اجا ليكوا من وين اجا توم زيت الزيتون طلعوا على الطريقه كمان البيتوتيه عم نشتغلها بهالمدقه مع الشقفه تحتها كاننا قاعدين بقلب المطبخ. بنروح نحن دغري على مين؟ على عصير الليمون. حركنا من بعد ما نحرك من هون هيك بنروح على شوي صغيره من الحمص. طلعوا الحمص هون نقعينهم قبل بنها جايين ها مهم هالقصص كلها سوا بنجيبهم هيك وبنجي على الحمصات من نفعسهم جاي من فعل فعسة اوكي طلعوا كيف طلعوا هيك 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 صار عندنا كريم. هيدي هالكريم اللي انا بدي اسميها الصوص اللي هلا ناقصها بعض الاشياء مثل الكمون طلعوا كيف واو مثل كمان ليش عم اكثر لانه بعد شوي صغير بتزيد عليها بعد حمص ليكو كمان هالملحات الحلوين هالفلفل كمان الابيض. حركنا صار عندنا هالكريم هلا بنزيد شو بنروح بنجيد الحمص الباقي طلعوا كيف هالحمصات الحلوين الباقيين كلهم سوا اوكي خلي شوي مشان نزين كمان فيهم صحن بعدين رح اعمله. طلعوا شو صار طلعوا شو صار هالخلطة الحلوة اللي بتلاقوا فيها هالكريمة وصار عندنا هالحمص البليلة مع كمان منكتر عليه من زيت الزيتون يا شيف شادي شوي صغيرة بعد من الحامض. حركنا الكل مع بعض ومنروح على صحون الفخار التقليدية الحلوة ومنبلش صحن صغير طلعوا شو حلو واو. وهون كمان مثل ما كمان هذيك مره كنا بطراوس بيشتغلوا كمان بهالطريقه الحلوه هيك بطريقه كمان سريعه وبيعملوا كل شيء قدامنا. وهلا بنروح نحن على مين؟ على اللحم المفرومه وراح اعمل طبق واحد قدامكم. طلعوا كيف الطبقين بيضلوا لالي طلعوا اللحم كيف طلعوا اللحم كيف طلعوا اللحم كيف راح موتكم اليوم طلعوا اللحم هيك هون وهيدا كمان بالصنوبر عليه واخر شيء من زيت الزيتون. قبل ما نرجع لعند كمان
رولا وكارلا ورشة حلوة بتعقد من الكمون على الوجه. فينا نحجز؟ أنا إذا حدا بقرب على هيدا الصحن اللي هلا عم بغنجه هلا في ثلاث صحون سامعين بالمجازر في ثلاث صحون في أحجز صحون فينا نحجز؟ رتب لنا الباقيين أنا بيز بس بدي علبة عن جد عن جد دليفري. ولا أشهى من هيك لا علبة ناخذها معنا بليز نعم علبة للدليفري يا ماما حرام عليك عن جد على الصبح أخ طيب كارلا صارت معنا بخفيف نظيف طبعا لاحظتوا وين قد ايه عم تشط رحلتها ورح تكون معنا وتستقبل اتصالكم مباشره على الهواء بخفيف نظيف. زبطها بس زبطها زبطها بدل القورمه فيري هيلثي وبعدين لحمه اذا لاحظتي زيت زيتون وكمان كثير قليل صنوبر محمص مش مقلي ما في خبز مقلي عادة انه ممكن يحط لا لا هديك بالفتة الخبز المقلي لا بلي لا ولحمة مفرومة هبرة عجل شاف لا كثير هيك طلعنا هايست سكورز يعني ما فينا نوصل بعد اعلى من هيك بالسكور تبع الصحة وخاصة انه الحمص من اصح البقول اللي موجودة بالمنطقة عنا وما بناكلها كثير وبعتقد انه عنا اياها كثير بالمطبخ صحيح يعني موجود وهي انه نعمله فينا نسلق قبل بوقت ونحط بالفريزر وتطلعي اي وقت وتعملي هيك طبق وتحطي واللحم المفروم الدغري بتنطبخ يعني مش بدك تحس بحساب قبل بوقت تشيله من الفريزر ليروح التلج وهي بتتاكل بلا اللحم المفروم يعني هون عم بغنجنا عرفتي بس انه هي فيها كذا صوص بتقدر تستعمليها فيها تخلطيها حتى مع الفول مزبوط بيطلع كثير طيب كمان طيب هي شو بتساعد اكثر اذا بدك حمص انه كانجريدينت هلا هو الحمص لانه مصدر جيد جدا للبروتين يعني أوكي. انت عم تحسبي فيك تاخذي مصدر كامل للبروتين وقتها تخلط الحمص بالصنوبر وما تعوز تحطي لحمه مصدر. هلا مثل ما عم بتقولي الشيف عم بيغنجنا وعم نغير طبعا انه هي طبق معودين عليه عم نعمل له تويست ثاني وهيك بكل سهوله هيدا في يكون طبق غدا يعني او بنتروق وما بنتغدى وخلصت من بعدها ما حدا يحكي لي للساعه 5 يعني صحيح على كل حال كارلا نحن بالصيفيه طبعا بيصير في كثير مشاكل صحيح. عند الاشخاص يمكن بمعدتهم اسهال فطبعا لازم يكون في طريقه للواحد يمكن وقاية. او من اكل معين لحتى يقدر يداوي حاله بحاله صحيح هلا بتلاقي رولا انه حالات التسمم الغذائي عم بتكون شائعة أكثر بهالفترة لأنه في عندك الحرارة اللي هي بتخلي البكتيريا تتكاثر أكثر بالأطعمة وطبعا بدك تحسب أنه بنظهر أكثر بنروح على مطاعم أكثر من هيك بتتعرضي أكثر لأنواع من الجراثيم يمكن ما بتكوني عم تاخديها من البيت مع العلم وهيدي واضح جدا انه في كثير اشخاص عم بيتسمموا من الاكل من بيتهم، يعني حتى في بالبيت صحيح. طرق تعاطي مع الاكل والنظافه بتحضير الطعام اوقات ممكن تكون منا 100% ظابطه واصعب من هيك بسمع دائما انا سيدات بالبيوت انه بيقولوا عندهم مشكله مع درجه الحراره، يعني بالنسبه لهم الاكل المطبوخ مش بالضروره انه انا احفظه بدرجه حراره معينه، بذهن الاشخاص انه خلص انا طبخت اليوم مثلا الشيف عامل هلا البليله مع اللحم المفرومه، مش الحال طبخناها للساعه 11 نتركها برا للساعه 6 لناكلها، لا هيدي المشكلة الكبيرة اللي أنا دايما بنبه عليها عنا تليفون ما بدي نطلع كتير عنا فاطمة نرجع من كفي بعد شوي سوري كارلا فاتمة تفضلي بونجور ألو أي أهلا ألو بونجور بونجورين سؤال بليز تفضلي بدي أسأل دكتورة كارلا بالنسبة للشخص اللي اختربت الميتابوليزم عنده بجسمه نعم. يعني نتيجة ريبيتد دايتس وكلياتها دايتس مش منيحة يعني ساعة كله فروت ساعة كله لبن نعم. ساعة كله ما بعرف شو بيوصل لمطرح انه خلص الجسم ما عاد عم يحرق صحيح. كيف فينا نرجع انه تري بوست الميتابوليزم وانه يصير يرجع الانسان يقدر يحرق
اوكي. هلا اول شيء فاطمه لازم يحط هالشخص بباله انه في فتره بنسميها فتره رياحه ما بده يتوقع فيها انه يخسر وزن. اللي بنعمله عاده بالعياده بنساعده بنعطيه كميه اكل بتزبط مع الميتابوليزم الحالي اللي هو هلا فيه لحتى ما ياخذ وزن، انما يرجع يتعود جسمه يتعاطى مع كميه اكل طبيعية بين هلالين. هيدي الفترة ممكن تتراوح بين الشهر لثلاث اشهر حسب قديش الشخص خربان الميتابوليزم تبعه او قديش صار بطيء. مع كمية الاكل اللي هي مناسبة، يعني ما راح نقول بدأ ممنوع تكون اقل من البيس الميتابوليزم تبعه، يعني البيس الميتابوليزم وقت نقول الميتابوليزم اللي نحن بنعوزه لنعيش، وهيدا ما بيكون تحت ال 1200 سعره حراري. يعني اقل شيء بنعطي لهالشخص بين ال 1000 وال 1200 مع العلم رولا انه ممكن يكون صار له فتره على 800 وحده حراريه، خاصه اذا عم تبع رجيم مثلا مثل ما عم بتقول كانت فاطمه اشي على فواكه او على لبن او خضره او معقول الجسم بيعمل شوك بمطرح يلي بيصير انه مثل ما قالت فاطمه بالتحديد، خاصه هلا عم لاحظها انا عندي بالعياده الاشخاص عم بيجوا لعندي من بعد ما يكونوا عملوا شيء اسمه ديتوكس دايت. هالديتوكس دايت عم تخرب الميتابوليزم، عم تخرب قدره الحرق عند الجسم. ما بتنصحي بالديتوكس ابدا لانه بيوصل هالشخص لو ضعف 2 3 4 كيلو يلي هن اي شيء عم بياكله عم بيرجع بيزيد وزنه. بهالحاله بنرجع بنعطي اكل، بنعطي كميه شوي زياده عن ما هو عم بياخذ لنرجع لرقم معين مقبول أكيد. ومعه بدنا نلبي او نحط نظام للحركه الجسديه، لان هي الرياضه الوحيده اللي ممكن ترجع تنشطك تقوي لك العضل، والعضل كل ما قوي كل ما هو اشتغل وحرق. يعني انت عندك كتلتين بالجسم، كتله ميته اللي هي الدهن وكتله حيه تصرف طاقه اللي هي العضل. العضل طبعا عندك عضله القلب، عندك العضل، عندك العظم، المفاصل بجسمك، هيدول كل ما قويتيهم كل ما اخذوا طاقه، كل ما صرفوا طاقه نشطوا اكثر وتنشطوا ورجع مشيت عندك عمليه الحرق. من هيك اهم شيء انه الواحد يكون اول شيء كثير صبور، ممكن تنحل بشهر او ممكن تاخذ اكثر شوي. عندنا تليفون كمان من فاطمه من البقاع. صباح الخير فاطمه. يوم الفاطمه حبا. يوم الفاطمه. سوري لا لا ايمان انا خربطت. ايمان ايمان اهلا. ايمان معكم. ايه اهلا وسهلا تفضلي. بس تفضلي. بدي اعرف شو بنشط الذاكره، عندي صبي عمره 10 سنين كثير بينسى لدرجه. اوكي هلا اول شيء لازم يكون عم بياكل بطريقه صحيحه من كل شيء، يعني يكون عم بياكل حبوب، عم بياكل بقول، حليب، اجمان، قلبين، فواكه، خضره. هلا عم بياكل من كل هالاصناف؟ ايه بياكل تقريبا من كل شيء، ما في شيء صنف معين ما بياكله. لا كل شيء بياكل. اوكي هلا اول شيء طبعا الاشياء اللي كثير بنركز عليها هي المكسرات على انواعها، وافضل تكون نيه لانه بيكون فيها املاح معدنيه مركزه اكثر، ممكن نحمصها شوي وهيدي بناخذها بشكل يومي، يعني كمشه لوز، كمشه جوز، بذر الكتان، بذر اليقطين، كلهم هيدول بيساعدوا لان فيهم معادن كثير. بذر اليقطين بطريقه خاصه في بقلبه زيت الاوميجا 3 اللي كمان كثير منيح للذاكره، بالاضافه للسمك الدسم يعني مثل التونة مثل السردين، بس بفضل انه ما ننزعهم بنوع زيت تاني لان أوكي. زيت الاوميجا 3 وقتها تقلي بيتكسر وبيروح، من هيك منشوي او مثلا السردين نحن عادة منقلي افضل انه لا كمان نشوي لحتى نستفيد من هالزيت اللي كتير منيح بقلبه، مع اصناف تانية مثلا مثل البقلة فيها اوميجا 3 كتير، الجوز فيه اوميجا 3، ومثل ما قلت البذور وتحديدا بذر اليقطين وبذر الكتان. بذر الكتان يمكن ما يحبوا ياكلوه بس فينا نطحنه ونزيده مع الرز مع الاكل، هيك بيعطي هيك طعم شوي ما كثير بنحسيه، بس ما بتقعدي بتحسي فيه بس تعطي نكهه مثل اللوزيات اذا بدك وبتقطع. واهم شيء انا بقول لها لايمان مرني خليه يتمرن يحفظ،
يعني أوكي. يقرا يحفظ استزهار يعمل املاء ذاتي. بالمدرسه كانوا من زمان يعملوا الاملاء ذاتي، ما بعرف اذا بعدهم كثير عم بيعملوها ببعض المدارس. بصير الولد بمرن ذاكرته، كل ما كتب وحفظ وتمرن كل ما شغلنا الذاكره اكثر وكل ما استفدنا. عنا تليفون كمان كارلا، رح نستقبل تليفون من امال من السعوديه. صباح الخير امال. صباح النور. يا اهلا وسهلا. بقدر الو؟ ايه تفضلي. بدي انا عندي الاسيد اريك عالي، بدي اعرف انه شو اللي لازم احتمي عنه، وهل الاناناس الطازه بيزيد الاسيد اريك؟ اوكي. اول شيء الاناناس والفاكهه بالمطلق ما بتزيد الاسيد اريك ابدا. الاسيد اريك يوريك اسيد او ما يعرف بالملوحات كمان، بيعلى بالجسم وقتا ناكل أطعمة فيها مادة معينة اللي هي البيورين، والبيورين موجودة أكثر شيء بالأطعمة البروتين الحيواني. أوكي. يعني كل أنواع اللحوم. بعض الأشخاص بيفكروا أنه إذا عندهم أسيد أوريك عالي لازم يوقفوا بس اللحمة الحمراء، إنما أنا بقول لهم كل أنواع اللحوم لازم ناكلها بكميات أقل. هلا مش بالضرورة نقطع اللحمة أو الدجاج أو السمك، إنما ناكلهم بكمية أقل. يعني أنا إذا باكل وقية لحمة على الوجبة باخد نص وقية مثلا 100 جرام أو أقل شوي، وإذا أكل ما أكلنا كل يوم بيكون كمان أحسن بكتير. بقى كل اللحوم، لحمة حمراء، السفين الدجاج أو السمك، بناكلهم بكمية أقل، بالإضافة للأجبان والقلبين لأن كمان فيهم مادة البيورين اللي بتعلي نسبة الأسيد أوريك. هلا كتير بيساعد لحتى نصرف إنه نشرب مي كتير، وأهم شيء نشرب مي كمان رولا المساء. يعني المساء قبل ما ننام على القليل ناخد كوب أو كوبين من المي، لازم نوعى لنفوت على التواليت. لازم، لانه انت وقت تقومي بالليل تفضي البول عم بتنطفي، وبترجعي من بعد ما تفوتي على التواليت بتشربي كبيتين مي كمان عن جديد، وقت تفيق الصبح كمان بتفضي البول، وبتلاحظي انه البول عندك صار لونه كثير شفاف، بطل لونه غامق، وهيدا بيعني انه نحن عم ننظف وعم نصرف. هيدي كثير مهم انه ناخذها، بالاضافه انه نشرب مي طبعا وسوائل خلال النهار، وننتبه اكثر شيء على اللحوم على انواعها. هلا بعض الاشخاص بيقولوا ما بناكل بندوره او طماطم او صلصه البندوره لما يعلى الاسيد اوريك، بقول البندوره ما لها علاقه بالاسيد اوريك، فينا ناكل بندوره من دون اي مشكله عادي. ما بعرف هذا اللغط، ما بعرف وجه هذا اللغط، صار له اكثر من 10 سنين هاللغط. ايه؟ عم جرب صلحه. البندورة. البندورة الفكرة السائدة انه البندورة بتعلي الاسيد اوريك، وهي مش صحيح ابدا، مش صحيح. لا. يعني شاف بليز دايما ساعدني. ما بتعلي الاسيد اوريك يا جماعة. كل ما تطبخوا بالبندورة بتقلن بس بذكركم انه اذا عندكم اسيد اوريك او ملوحات عالية فيكم تاكلوا بندورة، ما لها علاقة بالاسيد اوريك، لانه نحن مطبخنا غني بالبندوره بصلصة البندوره. بقى ما في اي مشكل انه نطبخ وناكل فيها. طبعا للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلى، اللي عندهم نسبه البوتاسيوم عالي، ما منطعميهم بندوره، غير حديث صرنا. هيدا صفى موضوع ثاني وغير حديث، بس ما له علاقه بالملوحات او الاسيد اوريك. اوكي كثير منيح. نحن بعد عندنا تليفون. طيب بس بهالدقيقتين بس لنرجع بس لموضوع مشاكل التسمم الغذائي ومشاكل الاسهالات اللي عم بتصيب كبار وصغار. بس بدنا نقول انه بقلب البيت بدنا كثير ننتبه طبعا على النظافه الشخصيه، بدنا ننتبه انه نغسل الخضار والفاكهه، مش ضروري نستعمل معقم، فينا نعقم بالخل والملح، وبنفس الوقت نحن اهم شيء ننتبه على الاكل الني واكل المطبوخ. صح. اكل الني مباشره بالبراد او بالثلاجه، اذا بدنا نطبخه ثاني نهار 24 ساعه بالبراد، وفينا نتركه لحد 6 اشهر بالثلاجه. وقتا نطبخ الاكل بنبرد بسرعه وبنحفظ بالبراد، الا اذا بدنا ناكل بالساعه الجايه. يعني انا طبخ هلا رح ناكل نحن الحمص مثلا. مزبوط. واللحمه ما في مجال، مش ضروري يحطهم بالبراد الشب. بس اذا بدنا نخبط، لانه وقت قليل مش انه كثير. صح، ما مرق اكثر من ساعه. بس اذا بدنا الطبق نحن نحضره او ناكله المساء، لازم نحطه بالبراد، لانه الجراثيم بتتكاثر حتى ولو
الطعام مطبوخ، هيدي لازم يحفظوها. وطبعا بالمطعم اهم شيء بدنا نقول للسيدات الحوامل والمرضعات، جربوا انه ما تاكلوا خضار بلا ما ياكلوا برا. اضبط هلا بلا لا ياكلوا برا، اذا اكلوا لحمه مشويه مضبوطه، دجاج مشوي مضبوط، ويكون سخن ويكون جاي سخن. أكيد. اكيد يكون جاي سخن. يعني نتاكد انه واصل الطبق لعنا بحرارته مرتفعه. ثانك يو على كثير، شكرا لك. ورح نتوقف اكيد مع فصل اعلاني، ومن بعدها رح تكون معنا جين بخصوص الجمال لنعرف اكثر عن الجمال بتفاصيله. ما تروحوا لبعيد.